Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. مساء الخير. أنا ممتن جدا بترحيب ضيوفنا إلى هذا اللقاء الذي يعكس بشكل خاص نوايا الأصلية للقاء ريميني للصداقة بين الشعوب، وعنوان أيضا عنوان الدورة الحالية الصداقة بين الثقافات والثقافات التي تعالج الصداقة. هذه أمنية ملحة جدا في عالمنا الذي يتزايد فيه الصراعات، ولهذا السبب نحن ممتنون ومسرورون بترحيب هذه الضيوف الذين يعملون في جبهة المجتهدات الثقافية من أجل توثيق العلاقات بين الدول. أشكر ماريا تريبودي نائب الوزير الخارجية في إيطاليا والوزارة الخارجية الإيطالية، تعاونت معنا منذ سنوات لإقامة الجناح الدولي الذي يوثق في هذه السنة الطرق إلى الصداقة التي تدعم الدول الفقيرة في الحصول على الطعام. كما أرحب بأنتونيلا شرونا أليبراندي نائب وزير الثقافة والتعليم في الفاتيكان وأستاذة القانون الاقتصادي في الجامعة الكاثوليكية، والتي يعني تشهد باهتمام الفاتيكان بالحوار بين الثقافات وبالتعليم المتفتح للقاء. كما أرحب أيضا بأحمد بن رقاد العمري رئيس هيئة الشرقة للكتاب، وأشكره مرة أخرى للاستضافة لاستضافتنا وترحبنا في الشرقة في نوفمبر الماضي في الدورة الأخيرة الماضية لمعرض الشرق الدولي للكتاب، وكان معرض يعني تجاوز كل توقعاتنا. وأرحب من بعيد، للأسف كان هناك ظروف طارئة ولم يستطيع الحضور عارف علي النايد مؤسس معهد كلام للأبحاث ومؤسس مجمع الليبي للبحوث، وهو باحث مجتهد في اللقاء بين الثقافات بين الأديان تحديدا، وهو يعني خبير في الأديان ويعرف عن الأديان أكثر مما الأديان تعرفها عن نفسها. وأرحب أيضا
بالصديق وائل فاروق، وهو بذكائه الحكيم وقلبه الكبير دعم اللقاء الرمني في توثيق العلاقات بين العالم العربي وفي تمتين هذه العلاقات مع الممثلين العالم العربي والإسلامي. شكرا. وقبل أن أترك الكلمة إلى وائل لتقديم اللقاء، أريد أن ألقي التحية للوكا بكاري، وهو وزير التعاون الدولي والخارجية بجمهورية سان مارينو. وهذه الدولة، دولة سان مارينو، كانت دائما قريبة للقاء رمني وصاحبتنا ورفاقتنا في محاولتنا المستمرة لإقامة الصداقة بين الشعوب. مساء الخير جميعا، أتشرف بحضوري هنا وفي لقاء رمني لألقي التحية من جمهورية سان مارينو لجمهور رمني. وهذا الحدث الاستثنائي والمستمر في الزمن والذي يتطور ويتبع تطورات الفكر العالمي. وعنوان ندوة اليوم، والندوة اليوم هو عنوان مثير ومؤثر جدا منذ وجهة نظر كثيرة، لأن في دولة مثل دولة سان مارينو، وهي دولة صغيرة يعني تواجه يوميا مع الدول الكبيرة الكبرى في العالم، أيضا موضوع الصداقة بين الثقافات موضوع نشعر به طوال الوقت في جمهوريتنا. وطبعا هناك اختلافات ثقافية على مدار التاريخ طرأت على الإنسانية، ولكن وكانت أحيانا أحد عناصر انطلاق الصراعات. وحتى اليوم نرى أن في الكثير من مناطق الصراعات اليوم يعني تكون أسبابها هي الاختلاف الثقافي أو عدم التفهم ما بين الثقافات المختلفة، وعدم إمكانية إقامة علاقات بين أفكار مختلفة وبين ثقافات مختلفة. ودولة سان مارينو كانت دائما مهتمة بالعلاقات الدولية بين الدول المختلفة، وحاولت قدر الإمكان أن تضيف العنصر الثقافي في العلاقات الدولية، لأن الثقافة والصداقة بين الثقافات هو مثل الربط الذي يقام عليه الصداقات الطويلة والعلاقات الدولية الطويلة والمستمرة، وهو أساس السلام بين الشعوب. الحكومات تتغير، الظروف السياسية تتغير مع الزمن، ولكن إذا هناك ثقافتان تنتميان إلى واقعان مختلفين، ولكن إذا اجتمعان تجتمع هذه الثقافات المختلفة، فالعلاقات السياسية أيضا ستستمر مع الزمن بالرغم من تغيرات الزمن وتغيرات الظروف السياسية. وفي دولة سان مارينو يعني هو دولة سميت على القديس مارينو، وبالطبع يعني في جذورنا كدولة هناك اهتمام بالأديان، ولذلك دولتنا دائما اهتمت بالعلاقات بين الأديان وبترويج هذه العلاقات، ولأننا نؤمن في سان مارينو أن هذا المنهج في العلاقات الدولية هو منهج السياسة الدولية الخارجية الناجحة التي تحل الصراعات التي تنتشر في العالم اليوم. ونحن نعمل بإيمان ونثق بأننا نستطيع أن نحقق هذه الأهداف من خلال الحوار الثقافي على مستوى العلاقات الدولية، لأن هذا المنهج هو الذي سيساعدنا في بناء مجتمع المستقبل، ومن هنا تأتي كل شيء آخر، يعني أن نجد مرة أخرى التضامن الدولي، التعاون الدولي، أي الإرادة المجتمعية والدولية في مواجهة التحديات الحاضرة. وشكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم عمل سعيد. مساء الخير جميعا،
عندما برنارد يتحدث عن الميتينج على أنه منزل بيت، أنا أشعر يعني أنا أفهم جيدا وأطبق هذه المقولة حرفيا، لأن أنا نحن نعيش أيضا في هذا اللقاء وكأنه منزل، وأشكره لأنه يعني يجعل كل الضيوف هنا في لقاء ريمن يشعرون أنهم في المنزل، في منزلهم في بيتهم. كلمة الصداقة باللغة العربية هي صداقة، كما نعرف هو اسم من يأتي من الفعل صدقة، وهو يعني معناها تطابق الحق وطابق الحقيقة. والمصدر الثاني لهذا الفعل هو الصدق، الحق والصدق هو يعني اسم واحد لا مفرد له ولا جمع، أما الصداقة مفرد لا حدود لتعدده. حتى نعبر عن فكرة عمل الصداقة باللغة العربية نستخدم هذه التعبير صداقة، أي مشاركة التشارك في الحق والحقيقة. إذن يعني في المعجم العربي يعطينا تعريف استثنائي عن الصداقة، عن هذه الكلمة صداقة، وهو المسير يعني رفقة الآخر في المسير إلى الحق، والحق هي واحدة، أما الطرق للوصول إليها لا نهائية لا محدودة. وبالتالي في عالم ما بعد الحقيقة وفي عالم ما بعد المعنى تبدو الصداقة الملجأ الأخير لما يمكن أن ندعو حضارة إنسانية. ولكن ما هي أهم الشروط هذه الصداقة؟ الرسم، هذا الرسم الذي اختاره لقاء ريميني يقترح إجابة لهذا السؤال. كل الأشكال التي نراها في الصورة تشكلت من خط واحد مستمر متصل متقاطع، ولكن هوية كل شخص في هذه الصورة هو ما يجعلهم جماعة، ولا تأتي من انتمائهم لنفس الخط، وإنما من واقع البعد والاختلاف. المسافة والاختلاف شرط اكتشاف حقيقة الذات وحقيقة الآخر. والبعد والاختلاف هما أهم ما يميز لقاء اليوم. ممثلون الأربع مؤسسات تختلف في كل شيء، ولكن يجمعها تلك المسيرة تجاه الحقيقة. وزارة خارجية لم مثل يعني وزارة خارجية إيطاليا، دولة لم ينقطع أبدا حضورها الثقافي في العالم. وزارة التعليم وهو مهمتها الأولى منذ نشأتها إلى اليوم، مؤسسة تبحث ويعني تتبع مسارات اللاهوت المسيحي. أنا متأسف جدا أن الدكتور عارف النايت غير موجود اليوم، ولكنه باحث ويحاول أن يجعل من الفلسفة الإسلامية والمسيحية فضاء للقاء كما كان في الماضي، وحتى يحدث ذلك في المستقبل. إذن مؤسسات، أربع مؤسسات مختلفة تماما مثل الأشخاص التي نراها في هذه الصورة، ولكنها تعمل معا لبناء هذا الفضاء للقاء والحوار بالرغم الاختلافات اللي ما بينها.
بينها. فلنسمع اليوم هذه المقدمة للثلاث مؤسسات التي معنا اليوم، لأنهم يعني يشكلون مسار المستقبل، مستقبل الحوار الثقافي ومستقبل الإنسانية بشكل عام. أولا أترك الكلمة إلى نائب وزير الخارجية الإيطالية، التي يعني لا أحسدك أبدا لدورك، للدور الذي تقومون به، لأن الثقافة الإيطالية ضخمة كبيرة وموجودة حاضرة في كل العالم. أنا مصري، وعندما أتجول في دولتي في بلادي أرى الكثير من أثار هذا الحضور الثقافي الإيطالي في بلدي، والطعام الإيطالي والطهي الإيطالي مشهور عالميا، منتشر عالميا. فكيف تستطيعين أن تتعاملي مع هذه الضخامة في دورك؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال الذي أجيب عليه فورا، ولكن أولا أريد أن أرحب وأحيي الضيوف الكرام والأصدقاء الأعزاء، وأشكر من أعماق قلبي الرئيس برنارد شولتز ليس فقط للدعوة التي قدمها لي، ولكن أيضا للجمال، جمال العمل الذي يقوم به يوميا من أجل توسع يعني أهداف ونتائج مؤسسة ريميني للصداقة بين الشعوب. شكرا أيها الرئيس للعمل والجهد والشغف الذي تحقق به كل هذه الأهداف من أجل أحد رموز إيطاليا في العالم، وذلك الرمز الذي نفتخر به على مستوى العالم. وأنا بالفعل يسرني أن أكون معكم اليوم، وسوف أتحدث الآن عن السؤال دكتور وائل، حتى نتحدث عن موضوع الثقافة، وهو موضوع مرتبط جدا بموضوع آخر مهم جدا، وهو موضوع يعني أهمية الثقافة في سياستنا الخارجية، إن الثقافة في قلب سياستنا الخارجية. الثقافة تلعب دورا مهما جدا في ترويج الارتباط المجتمعي، حرية التعبير، بناء الهويات، وأيضا الوعي المدني عن المسؤوليات المدنية، وتعزيز الحوار، وتساهم في بناء المجتمعات السلمية والمستقرة، وأيضا تدعم التطور الاقتصادي، الإنتاج المحلي، إنشاء فرص العمل، والحفاظ على التراث الثقافي. هو قطاع يهتم به إيطاليا منذ زمن، ولديه قدرات وإمكانيات ضخمة كما قال الدكتور وائل. لدينا الإمكانية في خلق قيم إضافية في الثقافة، ولذلك الثقافة من أولوياتنا في سياستنا الخارجية. الحفاظ على التراث الثقافي المادي واللامادي، حتى في الصراعات والظروف الطوارئ مهم أن نحافظ على التراث الثقافي أيضا في هذه الظروف، ونحافظ على السياحة المستدامة كوسيلة لترويج المناطق والأراضي الإيطالية، ولترويج القيم الثقافية المحلية. هذه هي البوصلة أنشطتنا في وزارة الخارجية. إذا تساهم الثقافة بشكل فعال في تحديد وإثبات هوية المناطق والواقع المحلي والدولي، فنحن نرى هنا أن الكثير من الأشخاص في العالم سوف تجد أن أيضا الدين من جزء من هذه المحاولة، محاولة
الحفاظ على التراث الديني أيضا والهوية الدينية أيضا جزء من سياستنا الخارجية. ونحن نعرف أن الهوية الدينية قد تكون سبب في الصراعات وفي النزاعات، ولكن هذا هو التحدي التي لابد من مواجهتها اليوم، القيام بحوار ديني وحوار بين الأديان وبين كل الدول. الأديان هي قوة ضخمة جدا تحرك الجامعات وتحرك المجتمعات. إن الأديان محرك للجامعات الإنسانية في العالم كله. إذا علينا العمل معا بالتعاون حتى يعني نحقق الخير العام. أهمية الحوار بين الأديان هو مرتبط بهذا الهدف، دعم مساهمات الدين لإثبات هوية الإنسان الشخص، وحتى يعني ولتنمية مجتمعات مرتبطة متماسكة منتمية إلى أديان مختلفة. إذا يعني تماسك هذه المجتمعات على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. الحوار بين ممثلي الأديان المختلفة أمر ضروري لتجاوز يعني قلة المعارف عن هذه المعلومات، عن هذه الموضوعات، لأن هذه الصراعات الدينية قد تمن من قلة المعرفة عن تلك الأديان. ولذلك الحوار بين الأديان لابد أن يحدث بين الناس، بين الأفراد، وليس فقط بين الممثلين الكبار، في روح الأخوة الإنسانية التي أوحت وثيقة أبو ظبي الذي وقع البابا فرانسيس والإمام أحمد الطيب إمام الأزهر في 2019. ولذلك يعني كان هذا موضوع أساسي، وأرجع إلى تلك الكلمة الرائعة والتي تعبر عن كل هويتنا، وهي كلمة الثقافة. الثقافة تلعب دور أساسي جدا، لأنها جسر إضافي للحوار بين الشعوب. وفي التجربة التي أمر بها في 9 شهور الأولى في الحكومة الإيطالية في منصبي الجديد، أدركت أن الحوارات التي قمت بها مع نظرائي في العالم، يعني هو يعني رأيت أن العنصر الثقافي هو ما يجمع كل الهويات وكل الشعوب. العنصر الثقافي والهوية الثقافية والارتباط بالجذور الثقافية لكل شعب ولكل دولة. إذا دعم المساهمات الإيجابية للثقافة والدين والأديان يعني مسؤولية نحملها نحن وتحملها الحكومات في كل الدول والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني على مستوى العالم. واسمحوا لي أن أختتم كلمته وأن أقول أنني أفتخر بأن أنشطة التعاون والتنمية التي نقوم بها كوزارة خارجية في الدول في مختلف دول العالم هي من أهم الأنشطة التعاونية على مستوى العالم. ما نقوم به نحن في وزارتنا من تعاون مع الدول الأخرى للتنمية هو من أهم النماذج للتعاون الدولي على مستوى العالم. ومن ضمن هذه الأنشطة التعاونية التعاون الثقافي له دور أساسي. وأشكر مرة أخرى الرئيس شولتز، وأذكر أن يعني لدينا في إيطاليا دبلوماسية ثقافية، يعني منهج للدبلوماسية الثقافية تساعد دولتنا ليس فقط على مستوى السوفت باور، ولكن أيضا على مستوى أن تكون إيطاليا متحور متميز مع الكثير من الدول في العالم ومن الكثير مع الكثير من شركائنا. نحن نجتهد لبناء حوار مستمر ومنفتح مع المجتمع الدولي في كل الدول في سياستنا الدولية. ونحن نؤمن بأن هذا عنصر للتنمية لها دور لا يمكن تبديله، وأن كل المجتمعات العالمية لابد أن
ترتكز أنشطتها على التعاون الثقافي كنموذج أو كأهم نموذج للتعاون على لتعاون العلاقات الدولية. وأحب أن أذكر كلمات بابا فرانسيس الذي قال في رسالة جميعنا أخوة عندما تحدث عن القديس فرانسيس أن الآخر الذي يعني أننا عندما نحب الآخر حتى لو هو بعيد عننا فهذا خير لنا، أن نحب الآخر مهما كان بعيد عنا. نعم، كل الأديان يعني إذا كان الدين ليس له يعني ممارسة في الحياة اليومية فلا معنى له. الدين ممارسة يومية، والدين ممارسة أيضا الثقافة على مستوى الحياة اليومية. وهذا الحوار الحياتي يعني أتذكر منذ 8 سنوات كان هناك سفير شاب جدا في ميلانو، سفير الإمارات الشاب في ميلانو، عندما شهد يعني مهارة طلاب اللغة العربية في الجامعة الكاثوليكية طلب موعد حتى يرى ما هي الأنشطة التي نقوم بها في جامعتنا من لتعليم اللغة العربية، وانبهر من وجود الطلبة، الكثير من الطلبة في الجامعة الكاثوليكية يتحدثون العربية. وتحدث بعد ذلك مع أحد أصدقائه، وكان هذا الصديق رئيس أكبر معرض دولي للكتابة على مستوى العالم، وجاء هذا الصديق إلى ميلانو ليرى هذا الواقع، واقع اللغة العربية في بيئة بعيدة عن الدول العربية. فكما قلت من قبل، الثقافات التي تبدو بعيدة تبني جسورا على أساس الرغبة في مشاركة الحق والصدق والجمال. وكذلك في الجامعة الكاثوليكية التقينا بأحمد العمري، وهو رأى هذا الواقع، شاهد هذا الواقع منذ 8 سنوات، ويعني كانت تجربة جميلة جدا. قال بالإنجليزية we deliver، نحن سنحقق فورا ما ترغبون فيه. وبالتالي قمنا بتنظيم أكبر مهرجان للثقافة العربية واللغة العربية في أوروبا، وقمنا بالكثير من المشاريع مثل المشروع الذي قمنا به مع مكتبة أمبروزيانا، ثم ذهبنا إلى معرض الشارقة وانبهرنا من واقع معرض الدولي للكتاب في الشارقة. وأطلب من دكتور أحمد العامري أن يقدم لنا هذه التجربة، وكيف مدينة صغيرة غير مشهورة على المستوى العام أصبحت هي من أهم المدن في الحياة الثقافية وفي المشهد الثقافي العالمي، أصبحت من أهم المدن بعدما كانت لا أحد يعرفها، ولديه مسؤولية كبيرة. كيف حققت ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم، هي تحيتنا للجميع. هذا ما نبدأ به أي تعارف أو أي لقاء، وأنا هنا أتمنى أن تكون المترجمة قد ترجمت المعنى الحقيقي للسلام عليكم. فالسلام للجميع. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، وأن أكون متواجدا بينكم، بين الشعب الأوروبي ككل وخاصة الشعب الإيطالي. فهي فرصة حقيقية لمخاطبة هذا الشعب الذي يربطنا به الكثير. حضرت بالأمس الجلسة
التي شارك فيها الكاردينال ماثيو توبي ومجموعة من الشخصيات الإنسانية. وأعجبت كثيرا بالأطروحات والمبادرات عن الصداقة والسلام والمحبة. وقبل الحديث عن هذا يأتي على فكري وعقلي آية قرآنية من القرآن الكريم يقول فيها الله عز جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العظيم. ومن هذا المنطلق يؤمن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن يكون محور مسيرتنا هي الثقافة والتبادل الثقافي، وأن تكون الثقافة بكل ما تحمله من معاني جميلة عصب علاقاتنا من المحيط إلى المحيط. وتحضرني الآن مقولة لصاحب السمو: الثقافة هي الأساس في بناء الحوار الإنساني وخلق التفاهم والوئام بين شعوب العالم كافة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا. هذه المقولة في نظري تختصر كل شيء. لو تناولناها من المنظور الثقافي والاقتصادي نجد أن العلاقات التجارية عبر التاريخ كانت هي طريق للتبادل الثقافي والتفاهم، وأيضا بدأت من خلالها رحلة المستكشفين والمترجمين. من خلالها بدأت رحلة المترجمين والفلاسفة وتعلم الفلسفة. ولو تناولها من ناحية السلم والوئام سنجد أن الخشية من الآخر سببها جهل ثقافته، أن الآخر لا يعني شيئاً إلا إذا تعرفنا على أدبه وفنونه وعاداته. هذه الأدوات هي التي تقدم الوجه الإنساني للأمم، وليست السلع والمنتجات على أهميتها. لا تتوقف مساهمات صاحب السمو على بناء الصداقات، ولكن له مساهمات كبيرة نذكر منها على سبيل المثال: ترجمة مجموعة من الكتب العربية النادرة المحفوظة في مكتبة الأوسكاريال، ولأن المسرح له أهمية كبيرة في نقل الثقافة والفنون والآداب العالمية، تبرع بمبلغ 1,000,000 يورو للهيئة العالمية للمسرح. وفي أرمينيا وجه سموه
بترميم كنيسة تاريخية قديمة التي رممها حاكم الشارقة، وتعتبر من المعالم التاريخية المهمة في أرمينيا، وهي كنيسة دير هارغاردزين. وفي لقاء إعلامي للأب إفزان عن الكنيسة التي رممها صاحب السمو حاكم الشارقة، يقول: لا أعلم كيف أتى الله بالشيخ القاسمي إلى هذه الكنيسة التي كنا نسعى دوما إلى ترميمها، ولم أكن أتوقع يوما بأن عربيا مسلما هو من سينقذ هذه الكنيسة. ولم يكتفي حاكم الشارقة بترميم الكنيسة، ولكنه أيضا مهد الطريق إلى الكنيسة كي يصل إليها الأخوة المسيحيين لإداء مناسكهم وعبادتهم وصلاتهم في هذه الكنيسة. وترجمة وجه صاحب السمو أيضا بترميم مكتبة مكمليان التاريخية في كينيا، وأيضا ساهم في سموه من خلال مكتبة المرزيانة في رقمنة أكثر عن 2500 مخطوطة عربية. هذا شيء بسيط جدا من ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة للثقافة العربية والعالمية في كل مكان في العالم. وهنا يمكننا القول بكل فخر إن مكانة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة أحدثت تغييرا جذريا في طبيعة العلاقات بين شعوبنا العربية وشعوب العالم، وصوبنا الكثير من المفاهيم حول الجانبين بسبب غياب المعرفة المباشرة بين الحضارات المختلفة. ونحن في هيئة الشارقة للكتاب نقوم بدور محوري، إننا في الشارقة إيماننا العميق بضرورة الحوار والتعارف، لا نعمل فقط على تعريف الغرب بثقافتنا، نحن نقوم بجهود كبيرة ومبادرات عديدة لتعريف العرب بثقافتكم وأدبكم وفنونكم وعاداتكم وبكل شيء جميل لديكم. في العام الماضي كانت إيطاليا ضيفة شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقدمت خلاله ثقافتها وأدابها لجميع الناس الذين تواجدوا، لأكثر من 2 مليون شخص زار معرض الشارقة الدولي للكتاب. وأيضا لدينا جائزة ترجمان، جائزة ترجمان تعي وتهتم بتطوير الثقافة وخاصة الترجمة من اللغة العربية إلى مختلف لغات العالم وخاصة الآداب. من خلال هذه الجائزة نحن نؤكد أننا دائما نعمل على توثيق العلاقات الثقافية مع الآخر. ولدينا أيضا منحة الترجمة
التي تبلغ قيمتها 300,000 دولار سنويا، ومن خلالها نترجم من اللغة العربية إلى مختلف لغات العالم، ومن مختلف لغات العالم إلى اللغة الإيطالية. وهذه بعض الكتب التي ترجمت من اللغة الإيطالية للغة العربية. نحن نحاول دائما أن نصل برسالتكم وثقافتنا والحوار مع الآخر من خلال هذا التبادل القوي. ونجد الكثيرين من الذين أتوا وزاروا الشارقة ودولة الإمارات يقولون دائما: لم نكن نعلم ما كان لديكم في الشارقة أو في دولة الإمارات. بعد عندما يأتون يتعرفون علينا ويذهبون كأصدقاء ويتعلموا منا الوجه الحقيقي للثقافة. نحن في هيئة الشارقة نفخر بدورنا الثقافي بربط الثقافات المختلفة بين مختلف أنحاء العالم، وما قدمناه من خلال استضافة بلدان العالم ضيوف شرف على معرض الشارقة الدولي كتاب كان فرصة للتعارف بين مختلف ثقافات العالم. فكما تعلمون معرض الشارقة الدولي للكتاب يعتبر واحد من أهم معارض الكتب على مستوى العالم، والأكبر على مستوى العالم في بيع وشراء الحقوق، حيث يشارك فيه أكثر من 95 دولة من دول العالم. ولا يمكننا أن ننسى تأثير الثقافة العربية على دانتي الشاعر الكبير، تأثر بالثقافة من أبو العلاء المعري. ولكن لا يمكننا أن نغفل عن أهمية دور الثقافة، ورسالتنا هي دائما أن الحوار مع الآخر هو طريق لبناء جسور الثقافة، ومن خلاله نعزز التواصل واللقاء، ونتمنى أن نكون دائما طريقة للتعريف بالآخر من خلال تواجدنا هنا أو في أي محفل دولي، وأيضا تواجدكم معنا لبناء هذه الجسور. وأيضا هناك تبادل ثقافي بيننا وبين لقاء ريميني. شكرا. يعني الشيء يعني الذي يبهرني ويدهشني عن عمل أحمد العامري هو رغبته الرهيبة في إيجاد مساحات، خلق مساحات للآخر في مدينتهم. الكثير من المثقفين يأتون إلى أوروبا يتحدثون عن بناء الثقافات وبناء مساحات للتبادل الثقافي، ولكنه أحمد العامري يعمل على هذا جديا بشكل ملموس. يعني معرض الكتاب الدولي في الشارقة، حتى لو كان هذا الاسم غير معروف، هناك يعني 2 مليون زائرين في يذهبون إليها في 10 أيام. إذن تصوروا مدى ضخامة هذا المعرض وأهميته. حتى نبني جسرا يعني نحتاج إلى طرفين، فلنصل الآن إلى الطرف الآخر لهذا الجسر. يعني كلمة جسر باللغة العربية، أنا آسف ولكن أنا أستاذ لغة عربية فلابد أن أشرح أحيانا عن العربية. يعني كلمة جسر باللغة العربية تعني جسر، يعني العبور، وأيضا شجاعة القلب، إذا يعني الجسارة. إذا هنا تتجسد الجسارة مع في شخصية الأستاذة أنتونيلا زميلتي، إحدى الأشخاص الأولى التي رحبت بتجربة اللغة العربية في الجامعة الكاثوليكية، ودعمت تنظيم المهرجان اللغة العربية، وكان شيء غير متوقع. وهي الآن نائبة وزير التعليم في الفاتيكان. إذا يعني أرى الآن أن مهمتها كبيرة، ودايما تقوم بها بنفس الرغبة في فتح الحوارات وفتح المساحات للحوار،
بناء العلاقات الثقافية وأيضا في المساحات في إطار الحوار الديني المسيحي، وكيف تقومين بهذا الدور في مؤسستك؟ شكرا. أنا يعني سوف أجلس، يعني لن أقوم، ولكن أسمح لي أن أشكر برنارد شولتز للدعوة، ولكن أيضا لأنه يحافظ بهذه الطريقة على تراث لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب، لأن يعني هذا التراث هو فعلا تجسد ما نقوم به من جهود، لأن كان فكرة عبقرية أن نعطي فضاء للصداقة، يعني أن نقوم الدورة الحالية على موضوع الصداقة. يعني طبعا كلمة الصداقة موجودة في تسمية لقاء ريميني، لأنه يعني اسمه لقاء ريميني للصداقة بين الشعوب، يعني فتجربة اللقاء ريميني هي تجربة للصداقة بين الشعوب، إذا هدف اللقاء هو بناء الصداقة قائمة على الثقافة وتخلق ثقافة جديدة. إذا أنا أشكر برنارد شولتز للقيام بهذا الدور في الحفاظ على الثقافة الموجودة والصداقة الموجودة ولبناء صداقات جديدة وثقافات جديدة. ويعني هذا موضوع في غاية الأهمية. أما بما يخص يعني سؤال دكتور وائل، هو يعني أريد أن أقول أنني أشعر أنني يعني ما بين نصفي، يعني أنا تجربة حياتي تنقسم إلى نصفين، وهنا أتي بنصفي هويتي. أنا كنت أستاذة في الجامعة الكاثوليكية، ورأيت أنا ما زلت أدرس فيها، ورأيت الكثير من المشروعات التي تنمو في هذه جامعة، مثل مهرجان اللغة العربية والعلاقة، يعني خلق العلاقة بيننا وبين هيئة الشارقة للكتاب. هناك يعني في جزء مني موجود في هذا المشروع، في هذه التجربة القوية جدا. ولكن طبعا يعني دور الجامعة في الجامعة الكاثوليكية في مثل هذه المشروعات أساسي، ولكن أنا أيضا النصف الثاني من هويتي والجزء الجديد هو لأنني منذ بداية العام، يعني منذ بضعة شهور، أعمل في وزارة التعليم في الفاتيكان، وهذا دور جديد. وقال الصديق وائل أن هذا الدور الذي يقوم به في الوزارة مرتكز على التعليم، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن في يعني كلما أتحدث إلى الجمهور من وقت ما بدأت أن أشغل هذا المنصب، يعني أحب أن أقول أن هذه الوزارة وزارة جديدة، لأن كان هناك قبل ذلك وزارتين، يعني وزارة التعليم الكاثوليكي ومجلس الثقافة، يعني كان هناك مؤسستين مختلفتين تم جمعهم لفكرة عبقرية من البابا، حتى يعني يتم تأسيس وزارة التعليم والتربية، والذي أنا أنوب عن وزيرتهم. إذن يعني الجمع ما بين وزارتين ليست فكرة جديدة، ولكنها يعني فكرة جمع وزارتين فكرة يعني حصلت من قبل، ولكن الجمع ما بين هاتين الوزارتين هي فكرة جديدة، لأن الخطاب عن التعليم، يعني التعليم في المدارس والجامعات، والحوار عن الثقافة، يعني التربية الثقافية، يعني خطين مختلفين وجمعهم فكرة جديدة، ولابد أن نجمعهم الآن، لأنهم وجهين لنفس العملة. يعني في الواقع الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن نغفل عن التربية الثقافية، ويعني لا يمكن أن يحدث تعليم حقيقي دون التربية الثقافية. يعني حتى نكون نحن قلب نابض في مشهد الثقافي وفي مشهد التعليم، لابد أن نجمع ما بين التعليم والثقافة، ولذلك الجمع ما بين التعليم والثقافة فكرة عبقرية، لأن هكذا نحن نروج
الاثنين نروج التعليم والثقافة من خلال جمعهم في مؤسسة واحدة. ولذلك أنا أقبلت هذه الدعوة من الكاردينال فيورنتينو والذي سيكون هنا في لقاء ريميني يوم الخميس القادم. الكاردينال تولنتينو سيأتي لهنا بعضكم إلى حضور لقائه يوم الخميس، وهو من كلفني بهذا الدور لأنني يعني بفضل تجربته البسيطة في الجامعة الكاثوليكية، لأنني أمثل جزء من الجامعات الكاثوليكية في العالم، والجامعات الكاثوليكية في العالم كثيرة جدا. طبعا أنا كنت 30 عاما أستاذة في الجامعة الكاثوليكية، ولم أكن أعرف أن هناك أكثر من 1000 جامعة كاثوليكية في العالم. يعني 30 سنة درست في الجامعة الكاثوليكية دون أن أعرف أن في 1000 جامعات أخرى كاثوليكية أخرى في العالم. ويعني هذه الجامعات تمثل إمكانية ضخمة للفكر الكنسي والثقافة الكاثوليكية. يعني هذه المؤسسات التعليمية عنصر يساهم بشكل كبير جدا في الثقافة الكاثوليكية. ويعني الجامعة الكاثوليكية هي جامعة عريقة احتفلت بالذكرى 100 منذ تأسيسها، وهي من أكبر الجامعات في أوروبا، ولكنها أيضا جامعة يعني تشارك الواقع، واقع التعليم على مستوى العام. وأدركت أهمية السياق الجامعي، ودون أن يعني دور الجامعة بالتأكيد هو مهم، لأن الجامعة هي التي تشكل، يعني دورها مهم في تشكيل أجيال الشباب حتى تكون حتى يصبح هذا الشباب ناضج ويستطيع الاندماج في المجتمع. ولكن ليس هذا فقط دور الجامعة، ليس فقط تحضير الشباب للدخول في مجال العمل بنضج، ولكن الجامعة أيضا مكان للقاء وللحوار ولترويج الثقافات. ولذلك أنا أشعر أن يعني أنني في المكان الصحيح في هذه الوزارة. ويعني التاريخ، يعني القصة المشتركة بيننا كجامعة كاثوليكية وهيئة الشارقة للكتاب وعلى العالم العربي، وأتمنى أن نستمر في هذه العلاقات. وأنا أيضا في منصب يسمحني يعني بأن أخذ هذا الدور وهذه العلاقة خارج الجامعة الكاثوليكية، وأوسع دائرة التعاون مع جامعات كاثوليكية في العالم ومعرض الشرق وهيئة الشارقة للكتاب. وهذه التجربة يعني التعاون مع هيئة الشارقة للكتاب يعني وضعتني أمام واقع أن جامعتنا الكاثوليكية عندما تفتح أبوابها دون أي خوف، دون أي خوف من إضعاف شخصيتها أو هويتها الكاثوليكية. يعني اللقاء ليس إضعاف الشخصية، اللقاء تفتح، وتفتح للآخر يعزز الهوية، ينمي الهوية مع الحوار مع الآخر. هويتنا الكاثوليكية تنمو أكثر، تكبر، ولسنا لا نصبح أقل كاثوليكيا عندما نتحاور مع غير الكاثوليكيين. ولذلك أنا أشعر أن هذه التجربة يعني هي تجربة يعني دهشتني دائما، أن الحوار يعني مهرجان اللغة العربية الذي نقوم به ليس فقط حدث جامعي يحدث في إطار الجامعة، الجامعة الكاثوليكية، هو حدث عالمي، حدث يفتح أبواب الجامعة إلى أشخاص يعني ربما لم تدخل ولن تدخل إلى مؤسسة جامعية. إذن يفتح أبواب الجامعة إلى من لا ينتمي للجامعة، لأنهم يرون شيء ممتع في هذا المهرجان. يعني ربما أيضا الأطفال أو الشباب، شباب المدارس، يعني مواطنين ميلانو أتوا إلى الجامعة، يعني أشخاص غير ملتحقين بأي دورات دراسية ولا أي شيء، ولكنهم أتوا إلى الجامعة بفضل هذا الحدث الجديد. يعني من هذا المنظور أعتقد أن لدى الجامعات إمكانيات ضخمة فيما نسميها اليوم المهمة الثالثة، أي حضور الجامعة في المجتمع. هذا المصطلح الذي نستخدمه، المهمة الثالثة، يعني أن يكون الجامعة مساحة للقاء ليس فقط مع من يعمل أو يدرس في الجامعة، ولكن مع الجميع، مع المجتمع. لأن هناك يعني
جهل، الكثير من الجهل، والجمع لابد أن يعمل على إلغاء هذا الجهل وإقامة المشروعات. ولذلك يعني إقامة المشروعات، هذه مشروعات اللقاء، مشروعات القائمة على الحوار مع الآخرين بدءا من وجهة نظر مختلفة ولكن بنفس الأهداف وبنفس الاهتمام بالحقيقة. هذا يعني نمو كبير لنا جميعا وفرصة للنمو. وأتحدث يعني في آخر في نهاية كلمتي عن تجربة مرتبطة إلى حد ما بما نتحدث عنه، أن أنا يعني شاركت مع وزارتي إلى اليوم العالمي للشباب في لشبونة، هذا اللقاء بين الشباب العالم والبابا، وكانت تجربة مذهلة لأنني يعني تواصلت مع 1.5 مليون شاب، يعني عدد ضخم من الشباب، يعني لا يمكن أن تفهموا هذه الضخامة من خلال مقالات الصحافة. يعني أنا يعني جربت هناك شخصيا، كان هناك مهرجان للشباب ببرامج يعني نظمه الشباب، ويعني ويعني ما هو الحصاد هذه التجربة والذي أريد أن أشاركه معكم، الطاقة الضخمة التي وصلتني من كل هؤلاء الشباب الآتيين القادمين من جميع أنحاء العالم. أنا لا أستطيع أن أعبر عن هذا، يعني كل هذه الشباب الآتيين من شعوب مختلفة قاموا بصداقة بينهم، صداقة لا تنضب كما يقول عنوان اللقاء. يعني كنا نرى شباب إيطاليين يحضنون طلاب شباب أفريقيين، يتبادلون الأعلام، يتبادلون الأفكار. يعني هذا التعاون ما بين كل هؤلاء الشباب التي القادمين من شعوب مختلفة في هذه الضخامة، كان هناك طاقة لا يمكن وصفها. هذا هو الكنز الحقيقي الذي لابد أن نحافظ عليه، لأن هناك مستقبل جميل أمامنا. أعتذر، يعني أفعل شيء، سأفعل شيء يعني من المفروض أن لا أفعله، بس أول شيء يعني سأتحدث، سأقول الأفكار كما تأتي في ذهني. أشكر وائل فاروق على تقديمه، لأن أنا اكتشفت مع كل حواراته أن اللغة العربية لغة غنية جدا بكل دروس والتي أعطاها في لقاء رمني، اكتشفت ذلك أن هذه اللغة تستطيع أن تعبر عن التجربة الإنسانية بطريقة تدهشني في كل مرة. ويعني وعدت وائل فاروق أنني سأقرأ مرة أخرى القرآن مرة أخرى، وأنا سألتزم بهذا الوعد. أشكر أحمد العمري لأن يعني شيء باي ذا واي كما قال، يعني أن الشرقة يعني هيئة الشرقة تمول ترجمة كتبنا إلى لغتنا، ليس هناك منظمة عالمية تفعل ذلك، تمول ترجمة كتبنا إلى لغتهم، ليس هناك نموذج مثلهم. وأريد أن أشكر الأستاذة شروني، لأن أيضا إعادة اكتشاف عمق الربط ما بين التربية والتعليم والثقافة، ووضع الجامعة الكاثوليكية في مركز الحوار شيء في منتهى في غاية الأهمية. شكرا لك. ونائب الوزير تريبودي، أنا أظن وأنا أؤمن بأن الحوار الثقافي في إيطاليا، يعني إيطاليا لها دور مهم في أوروبا، يعني منفرد على مستوى أوروبا، ليس هناك دولة على المستوى الأوروبي تهتم بثقافة مثل إيطاليا. وشكرا لك، شكرا لما تقومين به.
ولأن كلهم شكروني أحب أن أقول إميليا غورنيري وأن أذكرها لأنها كانت رئيسة لقاء ريميني لمدة 27 عاما وكانت مؤسسين لقاء ريميني. قد سرقت كلماته التي كنت أريد أن أقولها. شكرا برنارد. أشكر إميليا أيضا. ويقول أقول لماذا؟ لماذا أشكرها؟ لأن كل ما استمعنا إليه، كل ما سمعناه من نماذج لبناء الجسور من كل هذه المؤسسات الاستثنائية، من أين أتى ذلك؟ من شهادات شاب، طالب شاب جدا وطالبة شابة جدا. فكرة اللقاء ومستقبل العالم ليس في أيدي الأبطال والكبار المسؤولين، مستقبل الحوار هو في أيدي البسطاء، في أيدي الناس العاديين، لأن تلك الشهادة هي التي تحرك العالم. وهكذا طلابي هم من حركوا هذه العلاقات. ولذلك أنا أريد أن أشكر هؤلاء الطلاب الذين قدموا شهادتهم. وكان البابا قال أن القداسة ليس القيام بأفعال استثنائية، والقداسة هي أن نفعل أشياء عادية بحب استثنائي. ولذلك 1000 يورو يتبرع بهم 100 شخص أكثر بكثير من 100,000 يورو يتبرع بهم شخص واحد، لأن 100 قلب يرغب في ويؤمن في الحوار واللقاء. وهذا هو، هذه هي العلامة، الميزة لهذا اللقاء، يعني أحد الأحداث الفريدة في العالم. ليس يعني هنا الجمهور لا ينتمي إلى المنصة، ولكن المنصة هي التي تنتمي للجمهور. ولذلك أدعوكم أيضا للتبرع إلى لقاء ريميني، أيضا 100,000 يورو إذا أحببتم. شكرا وشكرا ومساء الخير. Sì, certo. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca
l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Thank you.